وين ربع عليك؟ ترحيبا خاصا بضيوفنا الاعزاء واشقائنا واصدقائنا وداعمين لنا من الوفد القادم من الامارات العربيه المتحده الذي يتراسه دكتور محمد الامين العام لهلال الاحمر الاماراتي الذي عودتنا على مساعدتهم وتواصلهم بعطاءات اماراتيه خاصه لمساعده النازحين واللاجئين. برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الحمد لله اليوم تم عمل حفل زواج لعدد 200 نازح عراقي نزحوا من شتى بقاع العراق إلى أربيل، وهي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي متواجدة لرسم الفرحة في وجوههم. نشكر دولة الإمارات المتحدة على هذا المجهود بكافة ما قدموه للإرسال من جميع المحافظات النازحة. نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على جهودها ووقوفها مع النازحين العراقيين، ونشكر رئيسها ونشكر الشيخ حمدان بن زايد على وقوفه مع العراقيين ومساعدتهم في يعني وقفوا معنا في الأرز، وشكرا جزاهم الله خير. كان رئيس الإمارات والشيخ حمدان بن زايد اليوم في أربيل عرس عمي، ونشكرهم على جهودهم ودعمنا من العرس. رأيناه هنا من ذلك العرس الذي تضمن 107 عريس وعروسة إلا دليل آخر يثبت ريادة وطني في هذا الأمر. شكرا للهلال، شكرا لدولة الإمارات، شكرا لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، شكرا لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان حفظهم الله لما قدموه ولرؤيتهما السديدة في رفعة هذا الوطن في مجال العطاء.